السلام عليكم. انتهينا في المحاضرة السابقة من الutilization management review. خليني أفكركم بأول لما بدأنا شابتر 3. احنا كنا بنتكلم على 7 محاور رئيسية اللي هما الـ performance improvement structure, planning, implementation, dissemination, teams, appraisal, education. هما دول 7 محاور الرئيسيين اللي بيتكون منهم شابتر 3 في عرض جانيت براون لهذا الشابتر. خلصنا الـ structure واحنا ما شرحناش الـ planning لانه هو سهل وبسيط يعني 3-4 صفح. ان شاء الله بحاول احط البلاننج باذن الله. بعدين رحنا للمحور الثالث اللي هو امبلمنتيشن وكان في نقطتين رئيسيتين اللي هو الميجرنج والمونيتورنج. خلصنا الميجرنج واتكلمنا عن المونيتورنج اللي احنا واقفين عنده دلوقتي 14 نقطه. خلصنا منهم 8 نقاط اخرها كان اليوتيلايزيشن مانجمنت ريفيو والمفروض دلوقتي ان احنا نتكلم عن الريسك مانجمنت ريفيو. خليني اعلق تعليق بسيط قبل ما نبدأ الشرح بتاع الريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت ريفيو في جانيت براون هو يعتبر حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم تعمل لها مونيتورينج وإمبليمنتيشن في المؤسسة الطبية اللي احنا بنشتغل فيها. لكن الريسك مانجمنت موجود في كتاب الكيو سوليوشن في البيشنت سيفتي. احنا عارفين ان الكيو سوليوشن له 4 موديولز. الموديول الاولاني اللي هو الليدرشيب، الموديول الثاني اللي هو البيشنت سيفتي، الموديول الثالث اللي هو البرفورمانس امبروفمنت، والموديول الرابع اللي هو الديتا اناليتيك. الامتحان متقسم الى 4 موديولز. فالكلاسيفيكيشن بتاع جانيت غير الكلاسيفيكيشن في العرض بتاع الكيو سوليوشن. ممكن تكون المعلومات قريبه جدا من بعض بس محطوطين بطريقة مختلفة شوي. فأنا عايزك تسيستم نفسك رغم أن أنا شارح الريسك مانجمنت أو بشرحه في شابتر 3 في جانيت براون ومتقسم لأنه أنا بدأت اليوتيوب بجانيت براون، لكن دلوقتي أنا اهتماماتي أكثر بالكيو سوليوشن لأنه هو الكتاب اللي هو بيجي منه الامتحان. وأعتقد أن معظم الناس المفروض أنها تهتم بكتاب الكيو سوليوشن أو تعمل شفت على الكيو سوليوشن لأن الكونسبتات الموجودة فيه هي الكونسبتات الرئيسية المهمة اللي هو عايزها واللي بتيجي في الامتحان، خاصة العناوين الرئيسي. يبقى الريسك مانجمنت موجود في الكيو سوليوشن في البيشنت سيفتي. انا هحاول اشرح من الاثنين لانه الكونسبتات الموجوده في الكيو سوليوشن انا مش هقدر اني اتجاهلها وطريقه عرضها جميله جدا. دي كانت مقدمه صغيره كده. خلينا بقى نبدا ندخل في الريسك مانجمنت وهنتكلم على انترودكشن صغيره كده نعرف بيها هو ليه اصلا الريسك مانجمنت اتوجد في السوق وليه احنا بنتداوله في المؤسسات الصحية بتاعتنا دلوقتي. سنة 1970 في الولايات المتحدة الامريكية بدأ مفهوم ادارة المخاطر في الظهور في محاولة للرد على 3 حاجات. اول حاجة زيادة الميديكال ليجال ايشوز. ايه هما الميديكال ليجال ايشوز؟ اللي هما القضايا اللي تتعلق بتقديم الخدمة الصحية. يعني مثلا واحد دخل المؤسسة بتاعتي حصل له مشكلة، المشكلة دي كانت ممكن ما تحصلش، فبيقدم قضية الى المحكمة وممكن تيجي عليا باضرار سواء كانت مادية او كانت سمعة. النقطة التانية السيطرة على التكاليف المادية. قلنا انه لو في قضايا يبقى انا هدفع فلوس او ممكن التأمين ما يغطينيش. والحاجة التالتة التكاليف المعنوية. في اشخاص متضررين. من الناس المتضررين دول ممكن يكون الاسرة، السوسايتي، المجتمع، الفيزيشنز، الدكاترة، وحتى الانشورنس لانه هيدفع فلوس. وعلشان كده الناس بدأت تفكر في الريسك مانجمنت على انه برنامج ممكن يقدم لي حلول للثلاث مشكلات الكبار دول: الميديكال ليجال ايشوز، الكنترول اوف فاينانشال كوستس، وديمينيش ذا ايموشنال كوست اوف فاميلي سوسايتي فيزيشنز اند انشورنس. بادئ ذي بدء لازم نعرف الريسك مانجمنت. تعال ناخد كل كلمة لوحدها كده ونعرفها بمعنى ايه. ما هو الريسك؟ الخطورة. is the possibility of loss or injury. يا اما يحصل لي مشكلة افقد حياة او يحصل injury، والانجري ده ممكن يكون نفسي او يكون جسدي. كلمة peril يعني عامل الخطورة نفسه، الالمنت اللي ممكن يضع الناس في خطورة او يضع المريض في خطورة، زي الكهرباء، زي جهاز، زي علم الدكتور. الحاجات دي كلها elements فيها خطورة.
واخر كلمة عايزين نعرفها اللي هو المانجمنت. ما هو المانجمنت؟ مانجمنت كتعريف the act or art of conducting or supervising something or the judicious to use of means to accomplish an end. يعني الكلام ده كيفية ادارتك لتاسك معين انت بتعمله ازاي، ده اسمه مانجمنت. التعريفات دي تعريفات اوريجينال للكلمة نفسها، انما لما ركب الكلام على بعضه يعني مثلا اقول الريسك ان هيلث كير هيبقى تعريفه مختلف. يعني ايه؟ risk in healthcare is the probability that something undesirable will happen. undesirable يعني مش مرغوب فيه. طب ايه هي الاحداث الـ undesirable اللي ممكن تحصل في المؤسسة بتاعتك؟ ممكن يحصل harm، ضرر. ما هو تعريف الهارم؟ The harm is defined as unintended physical injury resulting from or contributed to by medical care that require additional monitoring, treatment or hospitalization or that result in death. يعني أنا دلوقتي حصل عندي injury، الانجري ده physical وله علاقة بالميديكال كير اللي أنا قدمته للعيان بتاعي، ونتيجة لكده اضطريت أن أنا أعمل له مونيتورينج زيادة أو تريتمنت زيادة أو أن أنا أعاده فترة أطول في المستشفى أو حتى أن العيان ده يموت. خدوا بالكم أن كلمة هارم بالنسبة لي أنا ككواليتي وبيشنت سيفتي أنا بتكلم في unintended، لازم الكلمة دي تكون موجودة. يعني unintended خطأ غير مقصود، لأنه مستحيل يكون مقصود. أنا المقصود ده يعني جريمة، إهمال. إنما معظم الأخطاء اللي بتحصل أو الهارمز أو الضرر بتبقى غير مقصودة، لأن أنا أصلا عايز أفيد المريض. زي الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا، يعني في مقص اتنسى في البيشنت أثناء عملية ما، مستحيل إن ده يكون حدث مقصود. يعني إيه هي الكاتيجوريز اللي موجودة عندي للهارم؟ العلماء قسموها كاتيجوري E اللي هي temporary harm to the patient and required intervention، انا محتاج تدخل اعمله علشان خاطر الهارم اللي انا عملته ده، لكنه temporary يعني حاجة مؤقتة بسيطة. يعني category F temporary harm to the patient and required prolonged hospitalization، لا ده انا كمان مش هعمل له intervention، ده انا كمان هطول المدة بتاعت الاقامة بتاعته عندي لانه هو حصل له complication زي مثلا aspiration pneumonia فول واتكسر. المهم ان هو هيستمر فترة اطول معايا. كاتيجوري جي permanent patient harm، هنا بقى حصل حاجة damage، يعني البيشنت ممكن يعيش بالدمج اللي موجود نتيجة تعرضه للخدمة الصحية اللي احنا بنقدمها. الكاتيجوري H intervention required to sustain life، انا وصلت لدرجة ان انا حطه على جهاز تنفس صناعي او حطه على ادوية تحافظ على القلب مثلا، ترفع الضغط او تقلل الضغط، وطول الوقت انا بعمل له maintaining لللايف، لو انا شلت السبورت بتاعي ممكن العيان ده يموت. واخر كاتيجوري اللي هو كاتيجوري I ان انا قدمت الخدمة الصحية والراجل مات. ده بالنسبة لي تعريف الهارم. طبعا تعريف الهارم ده والكاتيجوريز دي موجودة في جانيت براون. تعال بقى نشوف مفهوم آخر يعبر عن الهارم اللي هو ايه. لو حصل هارم يبقى ده اسمه adverse event. adverse event حدث انا مش عايزه يحصل، حدث عكسي outcome negative حصل للبيشنت، بيسموه ايه adverse patient occurrence او adverse event. تعال نشوف التعريف. is an unexpected، انا مش متوقعه، untoward غير مقصود، with actual or potential negative impact on the patient or person، مع وجود ضرر actual يعني حقيقي او potential، potential يعني احتمالية انه يبقى في negative impact على البيشنت او البيرسونز اللي بيتعرض للخدمة الصحية او حتى في وجوده داخل المنشأة الصحية. انواع الادفيرس ايفنت حاجتين، يا بريفنتابل يا نون بريفنتابل. البريفنتابل يعني انا اقدر ان انا اتلافها، النون بريفنتابل يعني خلاص انا حدث حصل للمريض ما اقدرش انا اتلافها. واحد عيان جاي لي تعبان جدا وحالته سيئه جدا ومتقدم في حالته الصحيه او عامل حادثه كبيره، رغم كل الاسعافات اللي انا بحاول اقدمها له الا انا ما قدرتش ان انا يعني امنع الموت بتاعه او انه يحصل كومبليكيشن بسبب المشكله الكبيره اللي موجوده عنده هو جاي، يبقى المشكله مش عندي انا. انما البريفنتابل معناها ان انا ممكن اتفاداها وانا بشيء من الخطا ما قدرتش اتفاداها فوقع الادفيرس ايفنت. وهنا يجي مفهوم مهم اسمه الايرور. يعني ايه ايرور؟ اللي هو الان انتندد. ان انتندد يعني خطا غير مقصود. اصلا كلمه الخطا مش هتنفع غير انها تبقى غير مقصود، مفيش خطا بيبقى مقصود اصلا. يعني انا عندي ترتيب او بلان معين انا بعملها، لو انا عملت البلان دي ابقى انا مشيت صح ما عملتش اخطاء. طب لو انا
في خطوة ما عملت حاجة مش المفروض انها تتعمل، يبقى ده اسمه خطأ. يبقى الخطأ هو دائما حاجة غير مقصودة بالنسبة لي انا في المؤسسة الصحية، لان الانتندد انك انت تخطئ ده تعمد، مفهوش خطأ. خطأ ازاي؟ ده انت قاصد انك تعمل كده. لكن هيبقى في اكسبشن لكلمة الاهمال، هنتكلم عليها ان شاء الله في الجاست كالتشر في المحاضرات القادمة ان شاء الله اثناء الريسك مانجمنت. لكن انا عايز احط في كلمة الايرور ان في حاجة اسمها ميديكال ايرورز، اخطاء طبية والناس مقرة بيها. طيب الخطأ الطبي ده يعني انا محطوط لي خطة وانا الخطة مشيت عليها بس نسيت اعمل خطوة او عملت خطوة غلط فادى الى ميديكال ايرور. جميل، انا عندي الميديكال ايرور حاجتين، خطأ انا عملته بس ما وصلش للمريض، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نير مس. وخطأ عملته وبدأ يوصل للمريض، يعني الميديكال ايرور هيبدأ يوصل للأدفيرس ايفنت. فدلوقتي احنا عايزين نركب الكلام او المفاهيم مع بعض. الميديكال ايرور بعمل خطأ ممكن ما يوصلش للمريض، يبقى اسمه نير مس. النير مس هنا يعني ايه؟ يعني ايرور ذات دو نوت ريزلت ان هارم. طيب بعدين الميديكال ايرور ممكن يتقدم ويبقى ايرور يوصل للمريض لكنه كان في صفته بريفنتابل، يعني انا اقدر امنعه لو انا عملت اجراءات او منتبه او استخدمت الجايد لاينز بتاعتي او الكلينيكال باثوي، ما كانش الخطا ده ممكن يحصل او ان احنا نقدر نتلافاه. البريفنتابل ايرور هنا ايرور ريزلتنج ان بيشنت هارم، والنون بريفنتابل هو ايرور لا استطيع اني امنعه. بنسمي البريفنتابل ايرور ده بوتنشال كومبنسابل ايفنت، احداث قد تؤدي الى حدوث قضيه او تعويض ما. Potential compensable event that might result in a lawsuit or claim based on the degree of actual or potential impact on the patient. وعلشان كده الريسك مانجمنت بيقدم لي حلول decisions علشان خاطر أقلل الأدفيرس إيفنت اللي بتحصل لي في المؤسسة بتاعتي نتيجة تقديم الخدمة الصحية. وأفضل شيء أني أعمله أن أنا أدرس إزاي أتجنب الريسكس دي بطريقة ما، لدرجة أن الريسك مانجمنت أصبح علم لوحده. Risk management has become a quality speciality of its own. في المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الـ risk management القديم أو لما نشأ بنسميه traditional risk management، وبعدين هنتكلم عن إزاي إن traditional risk management ده بدأ يتطور إلى الـ risk management الحديث اللي إحنا بنشتغل بيه في الفترة اللي إحنا عايشينها دلوقتي اللي اسمه enterprise risk management. إلى اللقاء.